حياكم الله اخواني جميعا. اذا تذكرون بالمحاضره اللي فاتت تكلمنا عن المهام اليوميه في صناعه البيع المباشر، وذكرنا للنجاح في هذا الصناعه لابد ان تكون لك خطوات متسلسله. كل انسان ذكي تكون له خطوات متسلسله للنجاح، يعني تبدا بخطوه ثم تعقبها بخطوه هكذا، وتبدي تراجع نفسك اي خطوه عندك فيها ضعف حتى تعالج هذه الخطوه والعجله تسير. مثل ما ذكرنا سابقا انه في صناعه البيع المباشر العجله موجوده، يعني المشروع كامل ما عليك الا ان تدير. طيب انت اذا ادرتها بالطريق الصحيح ستصل، اذا ادرتها بالطريق الخطا ايش راح يصير عندك؟ اول شيء ما تصل وراح يضيع عليك كثير من الوقت، بمعنى انه انا هذه بغداد وهذه البصره وهذه الموصل، تمام؟ حطيتك سياره فول، حطيتك بنزين محسن، اليوم راح ترجع البنزين المحسن راح احط اللي هو قائمه الاسماء وقود صناعه البيع المباشر. طيب اذا انت وجهته بالطريق الصحيح، انا اتجه على الموصل، اعطيته خاطئ الطريق خاطئه، ايش راح يصير عندي؟ راح اروح على البصره، بعدين اروح هناك اوصل للسد اقول له وين وصلنا الموصل؟ قال لا انت بالبصره. ايش راح اسوي؟ ارجع لنفس النقطه ارجع للموصل. قد ضيعت من وقت، وقت كثير، وقد يكون في بعض الاعضاء في الطريق هذا مو ضيع وقت، فيصل الى مرحله العجز ويصل الى مرحله التعب ويترك. لذلك كثير من الاعضاء يعني ما وصل النجاح وما حقق نجاح معين، خاصه النجاح المادي او النجاح الصحي مع المادي، فيبدي يترك الموضوع، يقول لك مشروع قد نجح في بعض الناس لكن مو ناجح، غير مناسب لي. واضح؟ فاحنا اليوم نريد نعرف شلون هاي الناس قاعد تنجح، شلون قاعد تطلع ارقام، شلون قاعد يكون ارقام كبيره، شلون قاعد يتفرغون من وظائف كبيره ويتركون اعمال كثيره ويتفرغ الى صناعه البيع المباشر. لابد اكو اسرار. يعني هسه يجي واحد على موضوع معين، اكو سر بالمهنه. وهذه احد اجمل ما في دي اكسن صناعه البيع المباشر، انه احنا سر المهنه نعطيكم اياه نركض وراكم يا معودين بس تعالوا. ليش؟ لان سر المهنه اللي عندي وخلاني احقق نجاح، انا اسعى لايصاله لفريقي حتى يحقق نجاح. ونحن نعمل بعقلية في صناعة البيع المباشر حتى تنجح تعمل بعقلية. السلام عليكم. السلام. خذ المقاطعة. وين وين؟ نجح لتنجح. نجح لتشارك النجاح. بالله عليكم حي استاذ. مرحبا. أي موظف أبو جماعة العشرين سنة جماعة المصارف. أنا لما أجي موظف جديد غالب الناس يحتكر المعلومة حتى تظل الدائرة محتاجتها. مو أستاذ العزيز؟ انا اذكر يعني تعينت بال 2001 فاني مهندس طموح وابدا اتعلم واريد، فاجيت على مسؤولنا استاذ العزيز اريد كتالوجات تخص العازلات. ما عندنا كتالوجات. طيب استاذ اعطيني ايش فشي منزل. والله ما عندنا تروح تتعلم. هو عنده ضامن على صفحه، ليش؟ يريد يحتكر المعلومه حتى لا انت تكون افضل منه. اجمل ما في صناعه البيع المباشر انه اني اسعى انه الفريق يصير مثلي واحسن مني. وهذا سر من اسرار ديمومه العمل والنجاح فيه. فانت مع شركه ممكن انه ايش قد ما توصل معلومات ايش قد تنجح. على عكس الاعمال الاخرى الروتينيه التقليديه، ايش قد تحتكر المعلومات انت تكون متفرد. وعلى فكره اخواني سر المهنه ابدا اوصل لك اياه واتمنى تتقنه واظل معاك لحد ما تتقنه. فاليوم نتكلم عن احد اسرار المهنه اللي اذا تذكرون احنا في مهام اليوميه في صناعه البيع المباشر ايش ذكرنا؟ اول شيء نحتاج قلب الموضوع ايش؟ رغبه حقيقيه. فلا بد ان تكون لي رغبه حقيقيه للتغيير، اغير نفسي واغير واقعي واغير واقع من احب. لكن الان بديت اعطيت السياره اللي هي صناعه البيع المباشر، مشروع جاهز، مشروع كامل، وذكرنا انه وقود صناعه البيع المباشر ايش؟ الاسماء او المعنى. اليوم نتكلم شلون استخرج قائمة الأسماء وشلون أشتغل. تمام أخواني؟ فأرجو التركيز بالموضوع. أنا عندي قائمة الأسماء والمعارف، كل من ممكن يكون من ضمن معارفي حاليا أو سابقا، أو ممكن إنه أنا أخلق معاه مع معرفة جيدة. بمعنى طالب الابتدائية، صديقك، خريج الكلية، خريج الإعدادية، جيرانك، معارفك، صديقك بالفيس، صديق صديقك، راح اشوف كم هائل من المعلومات. شلون نقدر نطلع هذا الكم الهائل؟ نسوي عمليه عصف ذهني او عمليه اعاده تنشيط وانعاش للذاكره. فابدي اكتب قائمه الدلالات اللي توجهني على المعارف، بمعنى مثلا اول شيء الاسماء في التليفون. هذا الشيء جاهز.
طلعت الاسماء في التليفون تمام. بعض الاسماء ما سجلت في التليفون، مثلا اصدقاء التواصل الاجتماعي، لان تدرون حلقه التواصل الاجتماعي اوسع من كونه مسجل عندك كاسماء. جزء صديقك بالفيسبوك ما عندك تواصل، انت الان اصبح مشروعك ايش؟ ليكسن الوقود مالته ايش؟ الاسماء، فتحتاج دائما مفول البنزين، كل ما كان خزان مالتك كبير كل ما يوصلك مسافه ابعد، كل ما كان الوقود محسن صار عندك الوقود محسن في وقود رديء، فنشتغل بالمحسن وبعدين الرديء، الرديء هم نشتغل نحسنه، نضيف له مضافات جمعت المصاري شغلتكم هذه. فالشامي كلام انه انا عندي وقود اريد الان اخرج باكبر كميه وقود حتى القافله مالتي والمسيره مالتي تمشي مسافه بعيده تمام؟ بعدين عندي الاسماء بالتليفون، الاسماء بوسائل التواصل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعيه، قد تكون عندي علاقات اجتماعيه غير موجوده بوسائل التواصل، مثلا الحلاق، مثلا اللي يبيع ابو السوبر ماركت، مثلا الشاب اللي بمنطقتنا، مثلا بالنسبه للنساء الحلاقه، الكوافيره، صاحبه الصالون، الخياط، هذول كلهم عباره عن سلسله من حلقات التواصل الاجتماعي، يعني الحلاقه ايش قد يجيها نساء؟ كوم هائل. الخياطه ايش قد يجيها نساء؟ كوم هائل. زين انا اذا تعرفت على هذه الظروف من قائمه الاسماء، هذه هي نفسها بحد ذاتها هي عباره عن قائمه اسماء. واضح الفكره اخواني؟ فابدي بالاسماء، اسوي اعاده انعاش، زين. المعارف من خلال الدراسه. ايش قد عندي انا من خلال الدراسه؟ الان انا خريج صار لي كذا سنه. طيب معارف اللي كانوا بالدراسه ممكن احصل عليهم من خلال شخص او شخصين. مثلا تدرون انتم الان حكم التوسع العمل، بحكم الانشغالات، بحكم بعد فتره من الفترات هاي الاسماء تنساها، او سابقا مثلا ما كانت تكون موبايلات، مو؟ فانا شو اسوي؟ اعيد الذاكره الاسماء من معارفي بالدراسه. قد يكون صديقي بالكليه، بالاعداديه، بالمتوسطه، اضيفه من ضمن قائمه المعارف. اكو بعد افكار عندكم في بالكم سوينا انعاش الذاكره؟ سائق التاكسي. مثلا جماعه الخدمات. خدمات العامل. يعني سائق التاكسي. مثلا الكهرباء اللي يجي يسوي بيتكم. الهيئه التدريسيه. الهيئه التدريسيه، زين. اللي يجي يسوي الانترنت. العامل يعني. يعني ضبط كفتره مساله بسيطه لا اعقدها. انت دا يشتغل استاذ علي جاي بالانترنت دا ينصب الرابطه وانا دا احكي استاذ علي انت ما شاء الله بين عليك عندك خبره شنو اختصاص؟ والله انا خريج كذا بس صار لي واحد اقرب الانترنت تعرفت على مس الرابطه انت تشتغل وياهم بالشركه والشركه ما تدري لا والله موظف اشتغل باجر معين طيب انت عندك مجال انه تطور مهاراتك وتطور عمل اضافي مع عملك تمام؟ طيب شو طول عندي دقيقه دقيقتين؟ والله عندي بس طبعا هو مشغول باله مو يمك حيل بس انت تريد تربط فد مساله معينه تربطه تخليه من ضمن قائمه معارفك والله اخي اكو مشروع مرتب بس انت ان شاء الله ورا ما تكمل ان شاء الله رحت تذكرون بالبدايه احنا قلنا انه نحدد موعد مناسب لطرح المشروع وعملنا دعوه وتشويق قبل طرح المشروع وهي نفسيه تقبل الفكره اللي انا بدي اطرحها فالان سوى الاستاذ علي، الاستاذ علي يجوز شخص عابر ما اعرفه لا من قرابتي، لا من معارفي، لا من اصدقائي، ولا من ضمن ذولي، لكن من ضمن جماعه الخدمات العامه، شلون قال اخونا ابو سعد؟ شخص عابر. مثلا انت جايب تاكسي، مثلا العابرون خلينا نسميهم. بغض النظر عن الاسماء، خليني انا اركز على المعنى. انت طالع بتاكسي ومعاك ناس. ابني علاقه، راح اتكلم عنها انه مساله لابد ان تكون منفتح. شوف المجتمعات المغلقه دائما نتائجها ضعيفه. يعني بالضبط يرحمكم الله مثل الشجره مخلي مصادر المي مالتها ضعيف مصدر واحد احنا المجتمعات المغلقه لابد ان تغير نمط تفكيرها وتنفتح على المجتمع بمعنى انت قبل كنت تفكر انك موظف يعني كل من قهوتهم كيس وهالسلامات ما تخدمنا بعض القواعد الموجوده عندكم هنا ما تخدم بالعمل ليش؟ لابد ان تتحرر من بعض الامور القديمه استثمار قوي اكو بعض القواعد ما تفيدنا الان بالعمل. ليش؟ انا عندي مشروع. اما اكون عقليتي بما يتناسب مع المشروع حتى انجح او تكون اريد المشروع يمشي مثلي فراح اتاخر. نختلف على المقدمه؟ لا. يعني انت تاخذ العمل كما هو او كما تريد، ايهما افضل؟ من تاخذ من كلام الخبراء. باختصار انا دا انقل لكم كلام الخبراء مو كلامي. ما
تعلمناه من المدربين والأساتذة والمدربين العالميين دخلنا على المواقفهم. فكلهم يجمعون على أنه تغير نمط تفكيرك تفرق كأسك تنجح. من ضمن تغيير نمط التفكير الانفتاحية، تكون شخص اجتماعي شوي، خلي الناس يشوف لسانك أضحك، اللي مفرش ما مفرش معجون الأسنان راقي جدا، فأنت أضحك خلي الناس يشوف لسانك. ترى الابتسامة سر من أسرار اللي يسمونه السحر الحلال. أنتم هسه تجون على محل واحد مبتسم ومواد غالية، واحد معكد ومواد رخيصة، لما تروحون؟ ليش؟ يا أخي نفسيتك يشرح يعني أحسه رأسه راح يتبادل ذلك، والله هذا الشخص يمكن شافه قبل. فتحس أكو انجذاب نفسي للشخص المنفتح المبتسم الاجتماعي. فأنت دائما الآن غير نمط تفكير. أستاذ عودة من جالي حط الراوتر قبل أنا شو أسوي؟ أنا قد سالفة أعطيه فلوس وراح. الآن عندي مشروع. فلابد أن تكون ماكينة زيادة قائمة المعارف شغالة. ضفت من ضمن المعارفي، جوز مو اليوم أشتغله. جوز إذا شفته مثلا منشغل جدا وعقله مو جاي، أقول أستاذ ممكن آخذ تليفونك إذا صار عندي مشكلة بالنت أراجع كذا، أنت عندك إنترنت عندك واتساب، حتى أنت من قائمة معارفي. مروا الأيام دز له رسالة دز رسالة صار صديقي. وراح أشوف أراويكم الآن شوف خطة عمل كيف تتعامل مع الغرباء. كيف تتعامل مو من ضمن قائمة المعارف، تمام؟ بعد أكو أفكار جديدة. من وين تجي الأسماء؟ من نام النايم عودين. سام محمد. أستاذ تجي من خلال. لا تقرأ من الدنيا. لا لا. الإنسان لازم دائما يشيل مشروع وياه. فراح يطبق قطعا يشوف الأسماء. مثلا شخص عطل تاير ماله بنشر، انزل اساعده كذا، كلمه طيبه من هنا كلمه طيبه من هنا، فمباشره صار حديث. بعدين انت لازم يكون عندك يعني فضل الشخص عنده كرتات هذه الاي دي بالضبط بزنس كارد، فقبل هذا التليفون كذا يعني يقدر تمشي بطريق انت ومعك عبريه خمس نفرات الا ينفتح في الموضوع، تقدر بطريقه معينه انه اذا هم الا كل شخص اهتماماته اما يبحث عن وظيفه. هسه انت فكرتي هسه الان ضمن عابرون مع شنو افكار جديده يعني ممكن يحصلهم عن طريق السوشيال ميديا قلناها يمكن لا تفهم عابرون راجعون العابرون يعني الناس اللي علاقتي بهم قد تكون لي مره واحده. فأنا الآن أفكر بعقلية بزنس إنه أقدر أربط بيه شخص قد يكون معاي شريك بالعمل قد يكون أفضل واحد في شركتك مناسب. بالنسبة للطلبة يعني الأساتذة فهم بيئة العمل 500 تمام؟ ومن بيئة العمل ممتاز يعني بيئة العمل مالتي لأنه أنا ذولي من ضمن معارفي طبعا بيئة العمل مالتي أستثمر أي أستاذ؟ المناسبات العامة أستاذ يعني عقد الزواج نعم المناسبات العامة مناسبات تطلعات تعزية ممكن تطلع فكرة سالفة حتى التعزية التعزية يعني أنت قاعد السولف أنا قعدت ويا أستاذ محمد وشفت أستاذ محمد وقت غير مناسب لطرح المشروع لكن وقت مناسب يصير المعارفي. أنا الآن أكون قائمة معارف مو شرط إنه أطرح المشروع الآن يا أخوان خلنا نفرق بين إنه تكون الآن قائمة المعارف وين تطرح المشروع. أنا الآن في مرحلة إنه دا أفوض الخزان بنزين جزءاً تعرفت على استاذ محمد جلسه بس شو اطرح عليه الموضوع ولا شهر. هسه انا راح اتكلم شلون اطرح عليه شلون انتقل من كونه معرفه عامه الى معرفه خاصه لان استاذ محمد ما ياخذ مني الا بعدين يثق بي. نعم هو المهندس فشلون راح اشتغله هسه راح اتكلم فيه. هسه اخوان واضحه اذا هذه ممكن زين من خلال هذه كم هاي شكد راح يطلع كم هل يوجد عدد محدود للمعارف الآن؟ لا طبعا فلذلك احنا نقول في صناعة البيع المباشر قائمة الأسماء انفينيتي ما لا نهاية ما منتهية بها صفة الاستمرار. لذلك أحد أهم سبع قواعد ذكرها إريك هوري حتى تكون ماكنة في الاستقطاب أن تكون مستمر ببناء علاقات جديدة أن تكون يقول لك أنت إذا أردت أن تكون كالماكنة في كسب الأعضاء من ضمن أمور إيش أن تكون مستمر لبناء علاقات جديدة. متفقين هسه إخواني واضح الأمور زي هسه من يقول أنا عندي قائمة متكون من ألف شخص ألف عيد ألف وفوق شو تقول جميع الجميع يرفع إيده من عنده فوق الألف الآن حسب ما يرى من هذا البيانات وكيف ما قد توصل زي هسه كل أهل الأرض عندي العالم كله استاذ يعني احنا على قول الاستاذ محمود مره سال سؤال لطيف جدا قال انت ايش قد قامت؟ واحد قال 200 500 فقال انتم ما سالتوا عن قامت اسماعيل فطلع هذا الرسم 7 مليارات كذا قال انا بكل العالم ومن قامت اسماعيل
اعطيك شغله بسيطه. الان وسائل التواصل تنوع، يعني من ضمن وسائل التواصل الفيس طبعا اشهرها واقواها، يعني يرتادوا اكثر من مليون مليار و800 مليون يتعامل به. دخلت انت على الفيس ما عندك معارف، قبضت معارف، نفترض دخلت على موضوع معين علقت، بعدين هذه ان شاء الله محاضره خاصه انه كيف تدخل بمحتوى ذكي تجذب المقابل، يسموه الهوك، يعني السناره اللي راح تطلقها. السناره ذا كان ذكيه تجذب ناس اذكياء، السناره ذا كان الشبشه راح تجيب الغث والسهم، صح ولا لا؟ شو يسموه قشه هذا راح تجيب، شو يسموه هذا الانواع مو قوه ها؟ يعني ترمي شبشه وتجيب سمك، شو اسمها؟ سليه. سليه ترميها راح تجيب لك سمكه كبيره وصغيره، لكن السناره الذكيه ايش راح تجيب لك؟ فاحنا شنو نحتاج؟ اول شيء نعزز قائمه المعارف مالتنا وتكون قائمه غير منتهيه. لان ممكن من خلال ذولي يجيك واحد هو عباره عن عقليه سلام الله يمسح لك بلد كامل. ترى كل العراق 90% يعني عباره عن اعضاء تحت الشبكه السادة كمال الدوسري. وجه له تحيه استاذ ابو احمد. بسبب طلعت محجوب. وبسبب شخص جاء قال عندي مشاكل باللثه ومشاكل باللوزتين، بسبب قطعه معجون، احنا 90% تحت ساد كمال الدوسري. فانت ممكن يجيك واحد يشتغل بالانترنت على بس محمد، واحد يشتغل بنشرشي فتحت بعقله المشروع فينطلق انطلاقه قويه يجيب لك الاف اشخاص تخلصها. واضح اخواني؟ فقامت المعارف احد القواعد المهمه جدا، لا تحكم مسبقا على الشريك المحتمل. لا تحكم مسبقا. قد يكون دكتوراه جامعه للطالب مالته احسن من عنده. قد يكون دكتور طبيب الممرض احسن من عنده، ليش؟ لان هذا عقله تناسب مع المشروع مو العكس. قد يكون بالعكس، يعني قد يكون مرات تتوقع انه تتوقع بس يدخل وياك راح يجيب الدنيا وكل شيء مطبق. تمام. الان انا صار عندي كم هاي من الاسماء؟ زين. تذكرون سابقا باقفال الدائره اول شيء ذكرنا قائمه الاسماء؟ طلعت عندي كم هاي من الاسماء، تمام؟ هل من المنطقي اشتغلهم كلهم؟ لا. اذا شبدا العمل هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه اختيار الافضل. تذكرون ما ذكرت في الدائره؟ اختيار الافضل والاقوى الان اللي الشخص اللي يريده يتناسب مع المشروع. بمعنى انا عندي الان عمليه زراعه. اخذت العضو وشفت ايهم انسب لهذه الزراعه اللي هي صناعه البيع المباشر. واضح اخوان الفكره؟ ابدا بالاهتمام بالافضل، زين شلون اصنفهم؟ خبراء هذا المجال صنفوها بعضهم تصنيفين بعضهم ثلاثه. اللي هو يسمونه صنف حار ودافئ وبارد. الصنف الحار يقصد به من حيث العلاقه به انت. يعني الان انا عندي ناس محيطين بي، اصدقائي، معارفي، اقاربي، عندي بهم صله تربطني بهم صله قويه تسمى دائره التاثير. يعني انا من معارفي استاذ محمد عنده ثقه باستاذ حسام، اذا قلنا هذا المشروع ناجح 100% خلاص عنده ثقه بي، فانا مؤثر على استاذ محمد بالدرجه الاولى. تمام؟ فعلاقتي هناك ليش صنفها؟ عندي علاقه باستاذ محمد، استاذ محمد من معارفي بالوظيفه. تمام؟ مو جاري وصديق وزميل عمل بس، لا بس زميل عمل. بس عندي علاقه بي ويثق بي، عندي علاقه طيبه، من يصنف؟ وعندي واحد اللي اروح زين يمه الحلاقه. مجرد بيانته سلام، بس من ضمن معارفي، علاقته ايش؟ زين، انا الان بدات بالمشروع. لابد ان تنتقل انتقالات ذكيه للمشروع. انت الان بديت بالمشروع معلوماتك بسيطه اساسيه. فبي من تبدا؟ هل تبدا بالبارد؟ او بالدافئ او بالحار؟ وليش؟ جاهز. بس قلنا ليش كرسي التدريب؟ ليست. استاذ بدي بالحار لان راح تكون يعني مستوى الثقه اكبر من كون دافئ وبارد. باعتباري انه دافئ التاثير عليه اقوى. فلذلك انتم شو تسوون؟ دائما افكر يسمون الدوائر المتحده في المركز. تبدا بالدائره الاولى من هم؟ دائره التاثير. اليوم من هم؟ لاسباب كثيره من ضمن ذكرت السبب الثاني مهم. انه انا توني بادئ بالمشروع معلومات جديده مو عميقه جدا، فما احتاج الى معلومات عميقه جدا حتى اقنع محمد عيسى استاذ محمد، ليش؟ لانه من معارفي وثقاتي.
مجرد اعطيه معلومات الشركه جيده، هذا الرابط، هاي المعلومات، محمد عيسى كابتن. ليش؟ لان هو من ضمن دائره التاثير مالتي. ورد استاذ. ورد انتم بالخير ان شاء الله. واضح فاني؟ فابدا بدائره التاثير. ليش؟ لان انا مؤثر على هذا وما احتاج الى مهارات كثيره حتى اقنع. انا توني بادي. ايوه بالضبط. نفس الوقت يعطيك دعم انه انت عم تشتغل. بالضبط بالضبط. واضح فاني؟ واضح ليش انا اختار دائره التاثير؟ هذا يسمى دائره التاثير. اول ناس اللي اني اؤثر عليهم بصفه مباشره. اللي اني بالنسبه لهم مصدر ثقه. اللي اني بالنسبه لهم كلمتي راس مال. فاهم الفكره؟ زين. انا الان بديت بدائره التاثير، قد يكون دائره التاثير بالنسبه لي 4 5 10 100. احد الخبراء يتكلم عن مساله واحد متكلم ويا واحد بصناعه بيع مباشر يقول ستكون عندك الاف الارقام الاف الاعضاء، قد يستصعب الموضوع يقول لك الاف الاعضاء زين انا اجيب الاف الناس، لا انت لست مسؤول عن جلب الاف الناس، انت مسؤول عن تقنع من هم ضمن دائره تاثيرك وضمن دائره التاثير شنو عندهم دائره تاثير؟ ويا اخواني الموضوع بسيط بمعنى انا اليوم حسام عندي من ضمن دائره تاثيري خمسه خوش اقتنع فول بالمشروع. دائرة التأثير شنو اليوم دائرة التأثير؟ قد تكون عشرات. واضح الفكرة؟ فهذه قوة صناعة البيع المباشر انك تؤثر على من يقتنع بالفكرة من ضمن دائرة التأثير او من يتأثر لاحقا به هم يؤثرون على دوائر تأثيرهم فتنتشر الشبكة. يعني انت لست مسؤول عن جلب آلاف الأعضاء. هذا موضوع جدا مهم جدا. يعني كثير من الناس يستصعب الموضوع يقول لك انا مسؤول عن جلب الاف، لا انت ما مسؤول عن جلب الاف الاعضاء، انا الان من شبكتي كذا جي ما اعرفه اجى من واحد لواحد دائره التاثير على دائره التاثير على دائره التاثير وصاروا الاف. واضح الفكره اخواني؟ ارجع الخص، كونت قائمه اسماء كبيره، سويت انعاش في الذاكره من يكون من قائمه اسمائي، حطيت الاسماء بالتليفون، الاسماء بالتواصل الاجتماعي، حطيتهم بديت اطلع واسجل قيد العلم بالكتابة اكتب سجل اكتب سجل طبعا عندك قائمة اسماء كبيرة. ايش راح تسوي؟ كون قائمة اسماء كبيرة. الخطوة الثانية شو تسوي؟ اختيار الأفضل. اختيار الأفضل جي صنفت الأسماء اللي عندي على ثلاث خانات ثلاث أصناف. صنف حار اللي هو من أكثر الناس تأثرا بي ومن دار التأثير. صنف دافع تربط بي علاقة جيدة لكن مو ضمن الصف الأول. وصلت بارد العلاقات العامة. واضح؟ واضح معي لحد الآن؟ اكو خلاف على الموضوع؟ اكو عنده فكرة جديدة بالموضوع؟ نعم هو إذا أمكن. إذا يعني الشخص إذا نفترض أنه يبدأ بالبارد أو يبدأ بالمو الأسماء اللي عنده مثلاً خلينا نفترض يبدأ بالتواصل الاجتماعي كذا. القائمة الحار هذه على فكرة أنه ما يحتاج معلومات قوية. وهو ما يسمع ينتقل بانتقاله. بالضبط هو اصلا ما عنده معلومات يعني قويه. تمام. فما بينفع معانا اذا بلش بالبارد خوش وهو ما عنده معلومات اوتوماتيكيا يعني سبب انتكاسه. بالضبط. وانتكاسه بدايه الطريق حل يعني مؤثره بهذا الامر. خاصه بدايه الطريق. خاصه بدايه الطريق. طيب هسه احنا راح شلون نعالج هذا الموضوع؟ يعني انا جاني واحد من التواصل الاجتماعي ما اعرفه ولا بيناتنا اي علاقه. شلون انتقل به من شخص عابر الى شخص يثق بي؟ اكو مراحل الانتقال ذكية، تمام اخواني؟ بس لحد الان اوكي؟ نعم. بديت بالحار من ضمن دائرة التأثير. عندي معلومات أساسية بسيطة، لأن أنا بديت بمعلومات بسيطة، يعني ما معقول شخص مستمر بالتعلم بعد سنة مثل ما قال مثل ما كان قبل سنة، مستحيل. معلوماتي، قدرتي بالإقناع، فهمي للموضوع، رد الاعتراضات، فهمي للمشروع نفسه، عمق المشروع، فبالتالي لما أتكلم مع ناس بعد سنة أختلف عن ما قبل سنة. فأبدأ بمن؟ بدايه التاثير، بس انا شو اسوي خلال الفتره؟ استمر بالتعلم حتى ازيد من قدرتي على الاقناع والاستقطاب. فشو اسوي بعدين؟ من اكمل دائره التاثير شدي بالحلقه الاوسع اللي هي الدافع علاقات اكثر. صح ولا لا؟ بالبدايه كان منه صديق الخليل خلص. يعني عشره العمر، قرابتي حيل، يعني الشخص اللي انا وياه متلازمين. تواصل باستمرار وثقتي فول زين دول عدد محدود كملتهم انا خلال هالفتره مستمر بالتعلم زادت معرفتي زادت قدرتي بالاقناع هاي نقطه مهمه جدا زادت قدرتي بالاقناع بعد ان تزيد قدرتي بالاقناع لما اتحول على حلقه دافعه صارت قدرتي اكثر بايصال الفكره متمكن اكثر
شوف انتقاله من الخطأ أن تبدأ بالدافع أو البال، أنت بعدك معلوماتك. يعني دائما نتكلم مع العضو الجديد، أنت لما تخلص أخي ابدأ تعلم ثم تكلم. فيبدي ضبط أمورك، يلا تبدي تطرح الموضوع على معارفك. ليش أكو بين بس يطلع؟ أنا أذكر قصة لطيفة، يعني واحد من الأصدقاء قلت له أخي لا أطلب منك طلب واحد، لا تتكلم ويا بشر خلاص. ليش استاذ؟ قلت له بس أيدك تتعلم وتجرب وتقرأ حتتكلم بثقة. قال والله خوش فكرة استاذ. خمس دقائق راح رجع قال استاذ دكتور يدك. بس راجع السالفة ما قادر يضمها. قبل حاشي دكتور طبيب قال استاذ يدك تكلم له. تونا حكينا يعني بعد الموضوع ما بغض. ففعلا كانت نتائج سلبية مع الأسف. ليش؟ لأنه هو يعني ما أفرغ كأسه بهذا الموضوع. فألخص الموضوع، عد قائمة كبيرة، أبدي أفصلهم وأصنفهم أصناف، صنف حار، صنف دافئ، صنف بارد، حسب من حيث العلاقة، من حيث الموثوقية، من حيث التأثير. فأبدأ بدائرة التأثير لأن معلوماتي الآن أساسية بسيطة. أستمر بالتعلم، أتوسع بالدائرة الأخرى ليش؟ لا. وأتوسع ثم بالدائرة الأخرى ليش؟ وهكذا أستمر. واضح حد الآن إخواني؟ العفو عبد الله. العفو أستاذ حسام. بالنسبة حتى للحار قد يكون هذا أيضا مرجع. يعني أنت بدايتك معلوماتك بسيطة وقد ما تنجح مع القريب جدا معك، ولكن مستقبلا بعد ما أنت سويت مع نوع من التدريب وانتقلت المستوى الأعلى من عنده، هذا لك فرصة مع أن ترجع مرة ثانية معه، ولكن مع أن ترجع معه وأنت خبير وأنت ممتاز. أنا هذه متأخرة شوي بس لا بس أنه أذكرها. أكو شيء يسمونه التدريب العكسي أو عادة التدوير أحيانا. كل عملية بها مدخلات وبها مخرجات، بها إن أو أوت. ترى حتى إحنا عندنا إن وأوت، يعني كل شيء بها إن وأوت في الحياة. تمام؟ أكو هنا يسمون العملية بروسس، صح ولا لا؟ سمعت التقنية مو عندكم إيش بروسس؟ تمام. فأني عندي الآن مدخلات طرح مشروع لشخص معين، المخرجات أصبح عندي انه عضو او غير عضو، مو سجل او ما سجل. انا قلت بعض شو يصير عندي تغذيه عكسيه، ارجع المعلومات بالبدايه، بمعنى انه انا ورا سنه بعد ما زادت معلوماتي اجي اطرحها له باسلوب اخر. واحده من السيناريوهات. السلام عليكم، كيف الحال اخي؟ بالنسبه للمشروع كذا تذكر احنا طرحنا عليك، الحمد لله الان المشروع بدا ياتي اكله مثل ما يقولون، والان المشروع دخل بقوه بالعراق، والان المشروع بدأ تظهر نتائج صحيه على المستوى المادي، على مستوى التطوير، الان اصبح مشروع ثراء شامل. فاني من باب انك صديقي وقريبي اتمنى لك الخير مثل ما اتمنى لنفسي. الحمد لله احنا حققنا نتائج، حققنا اشياء ملموسه على وجه الارض، فحبيت انه افيدك بهذا الشيء. وهذه الاشياء قد بعض الناس اللي فيها خطا، والبدايات اللي كنا بدينا بها خاطئه الان تداركناها. الان بدينا نعمل باحترافيه اكثر، باتقان اكثر، بنتائج افضل. يعني واحد ليت وياه بالبداية اشتغلت بعقلية سويت لنفسكم أطباء والمنتجات علاجات، ما شاء الله احنا نقدم وما أكثرهم. فبلش مع فريقة كونه طبيب والناس مرضى، بداية خاطئة. فبعض الناس ما استمر لكون البداية خاطئة، توقف أو ما سجل. قلت لك أنا الموضوع أكبر من كاني، تعال مو طبيب. فترجع له ورا فترة تقول له أخي تبين أنه احنا عندنا بالبداية أخطاء التغذية العكسية مع العضو اللي ما نجحت بالاستقطاب، مع العضو اللي ما نجح بالعمل. ترجع كتغذية عكس تقول له اخي العزيز احنا كانت بدايتنا فيها نوع من الخطا، لان كان عندنا اخطاء. الحمد لله الان تعلمنا وعندنا الان خطوات عمليه منهجيه. واضح اخواني؟ واضح كيف حد الان؟ زين. انا الان ابدا انتقل بشخص من الفئه البارده. خليني اعكس القضيه. الان انا استقطبت هذه الحال، وهذا دافئ وهذا بارد. تمام؟ الإنسان الذكي اللي يبني مشروع ينتقل بعلاقاته من البارد، يحاول ينقلهم إلى الداخل ثم إلى الحار. بمعنى أنت عندك الآن أصبح فريق، فريقك هو جزء من نجاحك. تذكرون إحنا عقليتنا نشتغل بإيش؟ وين وين، يعني مشاركة النجاح، مشاركة الربح، ربح لتربح، مو؟ مشروع عقلية سقاط لو مشروع هنا؟ مشروع. فأنا أبدأ أبني فريق عمل حقيقي. فلابد أنتقل بفريقي من كون علاقاتي بسيطة جدا
بعض الناس يعتبر الأعضاء عبارة عن مصرف للفلوس، مجرد يجي له دخل، إلى أن ننتقل إلى العلاقة الدافئة. سأطور بعلاقتي، ممكن ألتقي بالمجلس، ممكن ألتقي بالجروب، ثم أطور إلى أن يكون من ضمن العلاقات الحارة. فأحياناً قد يكون فريقك أقرب لك من أقاربك، وهذا ما هو موجود، لأنك تريد تبني نواة أساسية لمشروعك. واضح إخواني؟ على قدر استنساخك لفريقك، على قدر نجاحك مع فريقك تنجح. يعني المسألة مو معكوسة، احنا بالعمل الكلاسيكي على قدر تفردك بالمعلومة، على قدر الحصة حصر المعلومة لك تنجح أكثر. وأبو سار؟ العمل التقليدي. يعني تاجر يجيب مواد من الصين، يعني تتوقعون يتصل المهنة للتاجر اللي وياه؟ مستحيل، يكسر سوقه. بس أنا أتمنى كلكم تصنعون أحسن مني، بغض النظر هسه أبو سار محمد مثلا غير خاب، بس أتمنى سار محمد هو خطوة تصنع أحسن مني. ليش؟ هذا الصناعة إذا نجحت كلنا ننجح. يعني أنت لما تتكلم عن أرقام على وجه الأرض أو نجاحات في العراق أو نجاحات في الموصل، إحنا كلنا نجح. يحتاج تتكلم إنه تتكلم عن صناعة البيع المباشر ونجاح دي إكسن إذا كان عندك أسماء وأرقام. يحتاج لو مجرد تقول كل فلان 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 ناجح في نتاج على وجه الأرض. واضح إخواني؟ فتنتقل بالعلاقاتك من البارد إلى الدافئ إلى الحار. زين. أنا تعرفت على شخص من ضمن العلاقات الاجتماعية السوشيال ميديا، شلون أتعامل معه؟ أكو عندنا يسمى دوائر الثقة. أستاذ علي ليش أخذ من حسام؟ لأنه يثق به، مو؟ زين، شلون أخلي أستاذ علي يقتنع بحسام وهو من معافي؟ شلون أخليه؟ زين، أنا أريد أوصل إلى مرحلة الثقة، مو؟ وشركة دي إكس من وين مشتقة؟ جدير بالفكرة. جدير بالفكرة، طيب. ترى الناس تتأثر بالشخص قبل تأثر بالفكرة. فالمناسب الناس تتأثر بالشخص قبل لذلك احنا دائما نقول أنت خليك ليدر، بحيث الناس تتأثر بأخلاقك، بسلوكك، بتعاملك به إلى آخره. ليش؟ الناس يقول لك أنا أقيس المشروع على الناس يشتغلون به. مو هو هذا خطا مبدئي، بس هذا واقع المجتمع. صح، حتى في مجال التدريس والدراسه الطالب يحب المدرس راح يحب المعلم. يحب المعلم بالضبط. فانا بدي انتقل به الى الثقه حتى يثق بالتالي المشروع، بعدين اذا فهم المشروع لا هو بغض النظر عن كوني يعني موجود ولا ما موجود ومستمر. فهمت الفكره؟ ايش عندي الناس؟ الناس من خارج هاي الثقه لابد ابدا بهم في مرحله الاعجاب، اخليه يعجب بي بشخصيتي، اخلاقي، تعاملي، ثقافتي. بمعنى واحد دخل من العلاقات الاجتماعية، استاذ محمد عون، ما دام قاعد استاذ محمد عون دخل علي على الصفحة الخاصة، أنا الصفحة الخاصة مالتي يعني أنا دائما هاي قناعتي إنه لا تروج بصفحتك الشخصية عن الشركة باسم الشركة، روج عن محتوى يعني تكلم عن التنمية البشرية، أهمية العمل الحر، أهمية تنمية المجتمعات، أهمية تطوير الذات كصفحة شخصية. صلى الذهبي ابدا. فحتى شو تسوي؟ انا دخلت اريج استاذ محمد داوود نشر جروب مع البيع والشراء انه مشروع، فانا عرفت انه مشروع ممتاز. بس انا ما اعطيكم الصفحه الشخصيه، صفحه باسم حسام اخليها عامله تمام، وسوق محتوى. ليش؟ اذا دخلني محمد اذا على صفحتي راح يعجب صفحتي. ليش؟ اول شيء راح يجد معلومات مجانيه نافعه. صراحه راقي لا هو اساس، راح اول شيء يجد معلومات مجانيه نافعه. بحيث انا من ادخل على الموقع هسه كلكم انت من تدخل على موقع تحصل من عنده معلومه، شو يحصل عندك؟ تعجب بالموقع. دخلت على الموقع وانه حاط لك كتاب بي دي اف مجاني، تنزيل مجاني، شو يحصل عندك؟ تقول والله هذا موقع راقي وتقوم تسوي شيرنج جماعتك، صح ولا لا؟ ثاني شيء خلي اثق بالمعلومه، اكو انتقاله ذكيه بالمعلومه. تكلم عن الصحه، تكلم عن التنميه الماليه بصوره عامه، لا تجيب ريشي وسبيرولينا وسوالف. ابتعدوا عن يعني التصويب المباشر. هاي لها صفحات، الصفحه الخاصه مالتك باسمك خلي مجرد تسويق محتوى. ليش؟ يدخل حتى يعجب بشخص. المميزات بالضبط، يعجب اول شيء اريده يعجب به. يعجب به انه انا عندي المقابل ذات عامله شخصيه محترمه، شخصيه مثقفه، شخصيه واعيه. تمام؟ ثم انتقل به الى مرحله الاقتناع او الاقناع. واضح اخواني؟ اول شيء يعجب فيه، بعدين ممكن يدخل جاي بحوار بسيط خليه يقتنع بافكاري. يعني اضرب لكم مثل بسيط، انا دخل على صفحتي واحد انا منزل مقال
يسمونه هوك، هذا مقاس النار. نزلت لي واحد من المواقع المعنيه، فدخل علي واحد على الخاص قال مقال رائع استاذ اشكرك، معلومه مجانيه قدمتها، وقلت معلومه نافعه للكل بس بدون اسم الشركه وبدون اسم منتج، واضح؟ دخل علي على الخاص قال لي ممكن حصل هذا الكتاب؟ قلت له نعم تفضل، بس هذا رقم تليفون تواصل معي على الخاص حتى لا نشغل المجموعه بمعلومات جانبيه. انا سويت احترمت المجموعه، المجموعه غير مخصصه للتسويق تمام؟ حتى الادمن يحترم يعني لا تقدم لي مشروع راقي. ثاني شيء اضيف واحد من قناه معارفي جديد. ثالث شيء بديت انتقل به من مرحله الاعجاب واعجب بمقالي الى مرحله الاقتناع، شلون الاقتناع؟ بدا يدير معي حوار. قال لي حضرتك نتوركر؟ ما اجبت على الجروب، قلت له ممكن على الخاص نتواصل. لان لقيتك نتوركر بالجروب عام يجوز كثير من الناس ماخذين موقف سلبي عن تسويق الشبكه او صناعه بيع مباشر، قبل قال لك هذا قاعد يريد غرض معين. قلت له اخي العزيز هذا تليفوني الله محييك تتواصل معي على الخاص. تواصل معي احس انه انا شخص حقيقي موجود على وجه الارض، ليش الناس تريد ان ترى يعني شخص حقيقي؟ تشوفون ببعض البرامج يقول لك مثلا اكتب هذا السؤال حتى يثبت انك مو روبوت، انت انسان حقيقي. صحيح. صح ولا لا؟ بس سويت نقلت من الاعجاب للاقتناع، قمت اعطيه بعض المعلومات نافعه له، قمت افهمه شنو صناعه البيع المباشر؟ شنو اهميه صناعه البيع المباشر؟ ولا جبت اسم الشركه. ما جبت اسم الشركه خلاص. اذا قدمت له معلومه مجانيه، معلومه نافعه، اقتنع بعقلي. قال لي استاذ يا شركه تشتغلون بها؟ قلت له ممكن من انتقل اسولف مع الشركه. ليش نقلت الان؟ من الاعجاب الى الاقتناع، الان خليته تخبيه. الان بعدين لاحقا اطرح عليه المشروع. واضح اخواني؟ يعني لا نقلب الهرم، لا نخلي الراس فوق والرجلين فوق والراس جوا. احنا نجيبه نطقه بالقصه ما في مجال، بس شيء دي اكسن بحيث اي واحد يشوف ناس صاعدهم فوبيا من دي اكسن، ليش؟ او شركات البيع مباشر. بس يقول لك ذولي مندوبي مبيعات. ساميكم. فذاك انت شنو الشخص الغريب تنتقل به من الاعجاب الى الاقناع الى الثقه، يلا اطرح الموضوع لا تعجل. اعطي سيناريو ثاني، انت طالع التاكسي ويا واحد. قيس مسافه الطريق ايش قد عندك؟ نص ساعه. اذا الموضوع لابد دا يكون طويل كلش، انت واصل البيت بعدك ما طاح الموضوع. بعدك انت من يا عمام يا خوال هاي جماعتنا، انت من هنا قاعد مرتك شطوره، ما انت شلك تاخذ الموضوع. انت عليك تريد تعكس اول شيء يعجب بيك ثم يقتنع بيك، واذا وثق بيك تطرح عليه الموضوع. سلام. فتبدا به الامر حتى عارف، مثلا واحد قاعد يمك صار مناسبه، اوجد مناسبه لفتح حوار. يعني واحد يحكي بالتليفون يسال عن سياره. يقول حضرتك تشتري سياره؟ اي والله تشتري سياره وكذا. زين انت شنو نوع السياره اذا ممكن اساعدك بالافكار؟ ليش حضرتك تشتغل معارض؟ لا بس اقارب يشتغلون بالمعارض. فتحت باب حوار. يعني ابدا اقدم لك خدمه مجانيه. واضح اخواني؟ بديت انه اعرض عندي ثقافه معينه، ذاك اهميه القراءه باستمرار وتطوير المهارات مهم جدا، لان انت تلاقي مجتمع مختلف. فتحتاج الى ثقافه عاليه حتى اخلي ايش؟ يعجب بثقافتي. بديت اتكلم عن السيارات، انت شنو تريد؟ 4-6 سلندر و و و و طلع الاخ قلت تمام اخذ تليفوني انا عادي بيشتغل بالسيارات. فتواصلوا يا حاضر عني. طيب شنو كم البزنس كارد تكلم عن سامح احمد؟ في مكتوب عن كذا مدرب شركه كذا. فاستغرب مني شنو الشركه كذا؟ قلت له والله الشركه، قلت له حضرتك وين تشتغل؟ انا لازم أن اتكلم مع عفو هو شنو؟ موظف، طالب، زنجين، فقير، لازم اعرف بعض المعلومات. قامت يعني اسوي عنه دارس معاه يسمونه. خلال هاي الحكي كله عباره عن حوار خلال 10 دقائق. عرفت هو شنو؟ موظف، دارت كذا راح يشتري سياره، دخل صاحب دخل محدود. قلت له عندك عمل اضافي؟ قال لا والله صار موظف. قلت له طيب انت تواصل يعني ان شاء الله حتى اوصل لك معلومات عن شركه معينه. هو الان اعجب بي واقتنع الافكار اللي قدمت له، خدمه مجانيه ومعلومات مجانيه، بس بعد ما وصل لمرحله الثقه. قال استاذ اطرح الموضوع. قلت له ان شاء الله في وقت لاحق ان شاء الله، لان انا الان انت في طريق ومشغول راح نوصل. تليفوني هذا تتواصل معي. الان بعد هذه المرحله شو اسوي؟ اعزز جانب الثقه. مثلا رسالة عامة، اسال عن بشرني عن اشترى السيارة ولا ما اشترى السيارة، اخليه يحسس انه انا مصدر ثقة، بعدين اطرح المشروع. واضح اخواني؟ يعني لا تبدا من راس قاعد يمك اقول لك تشتغل بالدي اكسن ولا ما تشتغل؟ اكو معجون يشتغل فوق وجوا اكو شيء. فاني هذا خطا.
هذا خطا. لا تبدا من اسفل الهرم، ابدي انت في الانتقال الذكي. واضح اخواني؟ نجي على صفحات الفيس. صفحات الفيس انا اتكلم عن الصفحه الشخصيه واتكلم عن البيجات الخاصه. بيجات العمل خلي ممكن تكون مباشره، مثلا فرصه عمل حر، لا بس حط دي اكسن وعملها وفكرتها ومشروعها. منتجات طبيعيه ذات اثر علاج، لا بس تحط المنتجات واثرها والحالات التشافي، لكن كاسمك لا خليه عام. واضح اخواني؟ حتى لما ادخل على صفحه السالم محمد باسم محمد الدباغ اقرا شخصيه محترمه، شخصيه اجتماعيه، شخصيه تقدم حلول مجتمعيه، عنده صفحته مفيده لي. يعني انا استمتع بالدخول صفحه السالم محمد، ليش؟ القى معلومه عن التنميه البشريه، القى معلومه عن الصحه، القى بس لا تحشوا لنفسكم مسائل. يعني انا قلت هذا لما تحطوا نفسيكم في مواقف بايخه. يعني واحد دخل نفسه بالسياسه، وهذا مدخل نفسه بالطائفيه، وهذا ابتعدوا جدا. المحرمات في صناعه البيع المباشر، اول شيء مسائل متعلقه بالدين، مو معناه يكون ما عندك دين، لا بس لا تجعل المساله الطائفيه ومساله الدينيه هي مقياس لفريقك. يعني ممكن يجيك في فريقك اصلا مو من ضمن ديانتك، انت بزنس. تمام؟ اول شيء لا تجعل هو المعيار، فلا تشغل بيئتك بهذا الموضوع. يعني هذا من جماعتي يجي، ذا مو جماعتي لا يجي، لا. ثاني شيء السياسه. السياسه ممنوعه خلاص بالبزنس. ثالث شيء علاقات بعضهم يسموها رومانسيه. خرامين. يعني انت خليك بزنس، دخلت عليك مرت عاملها اختي. دخل عليك رجال عاملها اخويا، لان احنا بزنس. ابتعد عن المسائل الخاصه. وبعضهم يخلي المسائل رياضيه. الان جماعه البشر وجماعه الرياض قاعدين طوبتهم. يعني اكو ناس وصلت مرحله تقاتل. فلا تعكس بصفحتك الشخصيه انت ريالي، وين كنت انت تموت على الريال؟ ولا تعكس بصفحتك انت برشه، وين كنت تموت على البرشه؟ جدا مهم، ترى شوفوا بسيطه بس مهمه. لان انا متعصب للريال، دخلت اصلا على استاذ محمد عيسى لقيته برشه، والله لو اذن ما سجل وياه. صح ولا لا؟ اكو ناس ترى هي عقليتك. فاني كبزنس احترافي لابد اخذني هذه المعايير. لا اتكلم بدين بصوره مباشره، اتكلم بمعايير عامه اخلاقيه، تدين عام، بس ما اذكر انه اني متعصب او اني متحيز او اني فئوي. خطا جدا بالبزنس. ولا تدخل بالسياسه، السياسه مو شغلك. اذا عندك هاي بصفحات ثانيه. ولا تدخل بالعلاقات الخاصه، يعني انا ساعات في بعض الجروبات، يعني في بعض الجروبات احنا نص بين جروب النساء والرجال، خاصه الجروبات العامه. يعني احنا مو ما يشترط كل الناس تقول انا اصحاب اخلاق عاليه. ممكن يكون في بعض الناس اخلاقهم سيئه او داخل لغرض سيء. فاني قدام اذا حاط على قولتهم جدار من نار، انه اللي يدخل لي يشوفني انا بهالموضوع ما بيه مجال، خلاص هو يبين. يعني اختبار. يعني اذكر في احد الجروبات اول ما بنعمل عمل جروب عام. فاحدى البنات هي اجتماعيه، تسولف وتضحك، ما قلت اختي شوي دباج على نفسك. يعني لا تروح زايد الموضوع. فعلقت تعليقين ثلاثه، فاني سويت فصلت جروب نسائي عن رجالي. قلت لها لا تحاولين شنو، اكو ناس سيئات والله استاذ فعلا دخلوا اثنين ثلاثه على الخاص. يعني الناس سيئين دخلوا على الخاص. على بالهم واحده يعني لا سمح الله مو زينه. عشان الكلام هذه المسائل تخليها في نظر الاعتبار في بناء الصفحه الشخصيه مالتك. صفحه عامه تعكس شخصيتك، تسوق محتوى، تسوق معلومه مجانيه، تسوق معلومه مفيده. واضح ليش؟ حتى اللي يدخل ايش راح يسوي؟ يعجب راح يتابع الصفحه، بعدين انقله بالاقناع اروج لمحتوى، روج لمحتوى، لا تروج للشركه بصفحتك الخاصه، البيجات روج، البيجات العامه. البيجات بالعمل روج، ماكو مشكله روج لسبيرولينا بذكاء، روج لحاله التشافي ماكو مشكله، بس صفحتك الشخصيه باسم فلان لا، روج لفكره. ثم انتقل به للثاني. واضح اخواني؟ واضح جدا؟ السكوت علامتين، لو فول فاهمين لا. اي سؤال؟ اكو شخص ناشر بالصفحه ماله كاتب الفلوس عليه والمشروع عليه. هذا شلون تدخل؟ شوف اعطيك فشوف الان احنا نعيش بمجتمع فيه سلبيات. انا اول شيء احتاج اخلي هذا اللي يجي وياي يعني فعلا يعجب فيه ويقتنع فكرتي بس لازم يثق فيه. ليش؟ اكو قصص نجاح فاشل، عفوا قصص سابقه سيئه لشركات وهميه، شركات نصب.
فأنا شلون أقنع إنه هاني شركتي حقيقية وتختلف عن باقي الشركات؟ لابد أن تقل بانتقالات ذكية. هاي الانتقالات الذكية تعتمد على الشخص أنت والشخص المقابل. أكو بعض الناس سهلين مو معقدين. ترى ممكن بجلسة واحدة تنتقل في خلال هالمحاور كلها تدعو بنفس الجلسة. هو بسيط انفتاحي يعني مو من النوع الصعب. بس أكو شخص صعب يجوز انتقالك من هذا المرحلة لهذا المرحلة طول سنة. عندي شخص 6 شهور كاملة يعني انتقلت منها مرحلة لهالمرحلة. شو سويت أنا؟ واضح فيه؟ فنتكلم هذه الألفاظ، هاي الألفاظ مهمة ما صح. هو تقديره يعني كاتبينه مثل أفلام مش روفان طرحين الأفكار، بس هو مثلا يعلق لهم يقول هاي الفكرة ما تجي، يعني الفكرة كذا الفكرة يعني هي صفحة عاملة شنو؟ لا ما شخص ودكتور قال إنه من عندي المال ومن عندك المشروع. هو يقول اي شنو شلون تدخل عليه مثلا اي يطرح مشروع بيجي الاقتصادي هذا اول شيء ما انصح بالكلام معاه بالصفحة العامة. هو الخاص تدخل له على الخاص. اول شيء انت قول له شنو نوع المشاريع اللي تحبها، مشاريع حره او مشاريع كلاسيكيه. بس يقول لك لا مشاريع كلاسيكيه، كلها مشاريع كلاسيكيه ما ادخل بها لان فيها مخاطره. الان دخول لمشروع تقليدي عباره عن مخاطره، لان راس مال وعمل كلاسيكي، فيحتاج مال، يحتاج موظفين، يحتاج مخازن، يحتاج الامور اللي تقوم بها المشاريع العاديه الكلاسيكيه. يقول لك تريد هذا العمل او تريد عمل حر؟ بس يقول لك تريد عمل حر ممكن من خلال تسوق فكرتك. بس ركز على شيء اسمه صناعه البيع المباشر. احنا شوف وين عندنا مشكله قوانين. فانا ليش اركز على المحتوى؟ خلي الناس ابتداء تقتنح بالصناعه مالتك. انه صناعه البيع المباشر الان من افضل الحلول لمجتمعنا. تمام؟ عبيدة طالب ما عنده رأس مال، ما مكمل شهادة، ما عنده لغة إنجليزية، ما عنده لغة كردية، ما عنده علاقات، ما عنده واسطات. شنو خياراته بالعمل؟ الآن عنده مشاكل. شو راح أسوي؟ أنطي الحلول عندي. فخليه يقتنع بالفكرة إنه أفضل حل العبيدة الآن، أفضل مشروع إلي يناسبه هو صناعة البيع المباشر. طيب بعد ما اقتنع بالفكرة صناعة البيع المباشر من حيث الإجمال، الآن أنطي الشركة المناسبة لي إيش؟ شركة ديكسن المزايا اللي تحت تحمل اللي 1 2 طلع. واضح فكرة؟ فتنتقل بي انت بالمحتوى مالتك، تعتمد عليك انت. وانا حقيقة هذول اكثرهم يعني صغيرات مو ميادين؟ مو بس صغيرين، ما تحس اكو اقول لك مني المال ومنك العيال، ماكو شيء. انا استبعد هاي الفكرة. انا بالنسبة للان محاضرة كموضوع، بس خلينا نفتح باب الاسئلة العامة والخاصة بالموضوع. الان محاضرتها اخواني واحد الان وقود وقود صناعة البيع المباشر ايش؟ اشخاص فاهم اسمع شو اسوي حتى اسوي انعاش للذاكره مالتي الخص المحاضره اسوي انعاش للذاكره اخلي مفاتيح حتى اسوي انعاش للذاكره كتبت قائمه اسماء عريضه ابدي اختار الافضل اختيار الافضل ضمن 3 اصناف الصنف الاول ايش؟ حار دافئ بارد ابدا بدائره التاثير من هم؟ خلال هذه الفتره شو ايش مستمر؟ بالتعلم وتطوير المهارات من اكمل دائره التاثير اتوسع الى من داب ثم الان كملت قامت معك قامت معك تخلص ليش لان الانترنت دائما يجي يسوي لك تغيير ابو الكهرباء دائما يجي يسوي كهرباء الحلاق دائما زين الحلاق الحلاق زين انه اكو ناس قاعدين يعني انا صاعد التاكسي يعني احنا يا اخوان اكثر وضعنا يمكن 30,000 عضو بالعراق. العالم ايش قد؟ العراق ايش قد؟ كم مليون؟ 40 يعني انت احنا الان لو نعمل بعقليه الوفره يعني عندك ايش قد ناس ما يدرون ديكسر؟ ايش قد ناس واصلين ديكسر بس ما فاهمين؟ فاعمل بهاي العقليه اكو ناس شو يسوون؟ يعني مثلا يجي المحاضر يقول لك محاضره مليان خصت الناس ما ضحك. انت يجوز هذا تنزل جو المحل ما يدرون ديكسر. يعني اذكر قصه احد الاصدقاء مغربي استاذ مصطفى النقاش. مصطفى النقاش دعا شخص واقف بباب العماره اللي بيها ديكسل الامارات صار اكثر من 13 سنه. يقول ولا واحد قال عن ديكسل ودعا واستقطبه وسجله لهم، ايش رايكم؟ احنا كنا بسفره بماليزيا مال رحله الثراء الشامل. المنسق الرحله رجل ماليزي اسمه ناصر. يتكلم اللغة العربية بطلاقة. هو المنظم لرحلات احنا جماعته كلنا دي اكسل. ولا فوتت في اليوم واحد يتكلم اجى ولد من السعودية شيخ غازي عضو جديد بس تو فورة العضو الجديد. شاف اتكلم معاه قال انت تعرف كذا سامي دي اكسل بس ما حد يتكلم يعني.
نفس الوقت حكي يا سجل اونلاين انتهى الموضوع. فانت امامك كل الناس ترى بالمناسبه، كل الناس امامك مو ايش قد تسجل، لا كل الناس قدامك. فانت احنا لو نجي نحسب ايش قد احنا عددنا من اصل العالم ما نجي يعني جزء بالمليون. طالع اخواني؟ فصناعه المياه المباشر تعتمد على هاي الاساسات، من اهم هاي الاساسيات.